سلام البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير؟ المهم بلا ما نطول لكم هذا الفيديو، نمشي نبدل عليا حويجاتي باش نجي نصوب لكم اليوم الري البلدي. تابعوا معايا وبقوا معايا وما تنساوش ديروا ابوني وسبسكرايب وديروا ليا جيم وديروا كومونتير وكنبغيكم بزاف. هكذا 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 دابا انا غنصيب الري، غنصيب الري ونديرو واحد نص اطر ديال الحليب. هذا غنخويه كامل، وهذا غنخويه النص ديالو ونخويه هنايا النص ديالو ونخويه النص. غندير واحد الكميه ديال الساشي ديال الباني هادي مع هذا، هي واحد الفرقه اللي غنخوي فيها هاد ما تبقى ديالي ديال الحليب كما كتشوفوا شويه. غندير معاه هاد الطعام هذا فاني بنوع هذا، وغادي نخليه غادي نحرك هكا هذا حتى كتخلط ليا الدومون مع الحليب مزيان مزيان مزيان. غادي نخلط لنا الدومون مع الحليب، غادي نخليه، وغادي نجيب واحد المعلقة كبيرة هكا، غادي نعبر بها قياس ديال ما يجينيش حلو. ندير بحال هاد القياس هذا، ندير واحد، غندير انايا ثلاث المعلقات، قياس ديال هاد المعلقات هاهي كيما كتشوفو، درت هنا ثلاث المعلقات. غادي نديرو هذا، غادي نحركو هكا صار باش يدوب. غندير الفاني، غادي نديرو فوق العافية. منبين نوريك غادي نخليها بنا حتى يفيد من بعد غنتلاقاو معاه ملي غادي يفيد الحليب. غادي نخليه يبرد شي شويه غير شويه، وغادي كنصوب صبعي نشوف واش هذيك الحراره نقدر نستحملها ولا لا. من بعد ملي غادي يكون هو هذاك متوازن غنزيد عليه هذاك الحليب ودانون اللي درت اللي خلطته مع بعضياتو، وغادي نزيدو هنايا وغادي نحركو مزيان 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 مزيان، وغادي نصفيه باش ينجح ليكم الرايب. خاصكم ضروري تصفو ملي كتفرغ لي فيه، وعاد غادي نكبو في الكيسان وانتم غتشوفو معايا كيفاش غادي نكبو في الكيسان ونتلاقاو مع الشكل النهائي. من بعد من كتشوفو ها هو الحليب عندي انايا جا كيفيض كيما قلت، غنخليه حتى باش يولد يعفاك، نخليه حتى كتطلع فيه الفيضه مزيان 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 مزيان. ها هو الحليب كيما كتشوفو جاي 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 باش كتحيد منه داك الماء بصفة نهائية. خاص الحليب ديال الرايب يكون كيغلي مزيان كما كتشوفو هنا، دابا غادي ندفع عليه. ها هو طفيت عليه، غادي جبت واحد المول ودرت صفايا كما كتشوفو هنا، راه فيه بزاف ديال الكشكوشة. هنا غادي نصفيه هكا، كيقولوا السر ديال نجاح الرايب هو، اسمحوا لي على هاد هاد الدخان، هاد الحمام. كما كتشوفوا انا دابا صفيت هذاك الحليب، هذه هي اللي كتخسر الرايب ما كتخليش يجمد مزيان. انا صفيتها دابا وغادي نضيف نخليه حتى كيبرد، حتى نحس به بانه برد شويه، ما يبقاش هذاك الحليب دابا سخون بهاد الطريقه، سخون بزاف كاع كيحرق. غنخليه حتى كنحس بطو هنايا، وغنجيب هذاك الشيء اللي كنت درته، هو هذاك دانون وفاني اللي خلطت كما كتشوفوا. انا نوريكم بان دانون والحليب، دانون والحليب، دانون والحليب انتجوا بعضياتهم. هنا باقي سخون، غنتسنى حتى كيبرد مزيان، وعاد غادي ناخذ دانون الحليب اللي دات سوداء بارد، وغادي نضيفو مع الحليب اللي سخون حتى كيتفضى بهذا الحال،
من بعد غادي نخوي في الكيسان ونوريكم الطريقه كيفاش خاصكم ديروا بلا ما ديروا ديك ديال الطنجره وداك الشيء، غير كندير ليه هنا غير السلوفان، وهانتوما غادي تشوفوا الطريقه كيفاش غادي نصايبوا. المهم بقوا معايا. بعد ما كتشوفوا ها هو الحليب دفى مزيان، نزيد معاه هاد الدانون والحليب، الدانون والحليب هكذا نخلطهم مزيان 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 مزيان، وغادي نكبو في هادي حيت هادي هي نكبو في هادي صفية، نكبو في هادي كيف ما قلت لكم بانني انا درته في هذا ديال السبور اللي كنديوها للسبور معانا، بحكم ان عندها هاد كما كتشوفوا لك انتوا كتشوفوا مزيان هنايا عندها هاد الفم هذا ضيق، هو اللي غادي نكبو في هاد الكيسان. كنشوفوا انا ديجا وجدته معنا قبل، ها هو الكيسان اللي عندي انايا، عندي هاد الحجم هذا صغير، غادي نبدا نكب الكيسان باش ما كنحاول ما نهرقش في البلاطو. دونك نكب هكذا وغادي ندور على الكيسان كاملين كما كتشوفوا، غنكمل الكبان ديال هاد الكويسات هكذا هكذا نعمرهم كاملين كما كتشوفوا. يبقى ليا نحاول نزيد بعد شويه 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 باش ما نكثرش عليا هاد كما كنقولوا زعما هادي كتجيني ساهله باش نصاوب الريب في الكيسان بلا ما نهرق كاع في البلاطو. كيف ما كتشوفوا دابا انا غندير السلوفان، بابي سلوفان، غادي ندير فيه الكاس هكذا كما كتشوفوا. انا ما كنستعملش نهائيا طنجره، كنت كنقول غير ديال الطنجره من الطنجره، غنشد الكاس ديالي وغادي نحطو هكذا وغادي ندير هكذا، غنسد على الكاس مزيان هكذا كما كتشوفوا. ها هو الكاس هكذا كما كتشوفوا معايا، انا غادي نستمر بهذا الشيء، غادي نسد كما قلنا كيزان نعاودها معكم مره ثانيه، كنقطع هذا النص كنعاود نزيدو على هذا كنهز بحال هكذا، الجهه الاخرى كذلك كنهزها بحال هكا باش كتقبط ليا الكاس مزيان كما كتشوفوا. ها هو الكاس دابا تبع معايا حتى غادي نكمل هاد الكيسان كله هما، وغنتلاقاو كيفاش كندير ليه انايا باش كنلويه في البطانيات. انا نتبع هاد الشكل مزيان، نغلفوهم مزيان بهاد السلوفان كما كتشوف. انا ما كندير لا طنجره لا والو، كنستعمل غير هاد السلوفان اصلا كنشريه خصيصا من هاد الريف، وانا غنكمل بهاد الطريقة حتى غادي نكملهم كاملين. انا غندوز غير مع هاد السلوفان غادي نكملهم كاملين بهاد الطريقة، نحاول نسدهم كلهم. اغلبية كنديرهم في رمضان كما كتعرفوا دابا جاي رمضان والناس كتبغي الري بزاف كتبغي تسحر بيه، حتى انا كنديرو في دارنا ماشي غير في الخدمة ديالي، كنديرو في دارنا باش كنتسحروا بيه انا والعائله ديالي. غنعاود نصايبوا لكم ان شاء الله في الدار ديالنا، الدار ديال ماما، بس شوفوا كتشوفوا انا كنسد هاد الكويسات مزيان مزيان، واللي ما عندهاش هاد السلوفان ما يكلاش ما ديروش، تاخذ واحد الورق هذاك اللي كنديروا فيه اللحم، عارف شنو كيقولوا لي هذاك ماشي الورق الطهي، واحد الورقه كيجيبوا فيه الناس اللحم بحال الكرتون
كيجيبوا فيه اللحم، كلات في الكيسان ديالها بحال هكا في البلاطو، ولا في شي حاجه عندها هكذا بحال البلاطو، ولا ديرهم كاع في الفران، تحطهم في الفران وتحط عليهم هذيك الورقه، ولكن خصها تغلفهم مزيان بالبطانيات. ثم كتشوفوا ما كيجيش جاري، كيجي عقد. انا جربته بزاف المرات عاد، قلت علاش ما نشاركوش مع المحبين ديالي. كما كتشوفوا حنا كملنا الكيسان كلهما، ها هما هكا. دابا غنقبض هاد السلوفان، نيت هو نيت، وغادي ندير واحد الطبقه غليظه كما كتشوفوا هكذا. ندير واحد الطبقه غليظه ديال السلوفان باش غنستف فيها الكيسان ديالي هكا. ندير واحد الكمون كندبز غير مع السلوفان. ندير واحد الطبقه ديال السلوفان من تحت، وغنستف فيها الكبسات كما بحال هكا. الكيسان كيسان كلهم غنستفهم بهذه الطريقه. انا جاوني تسعود، درت اترو كامل ديال الحليب، اترو كامل ديال الحليب انا ستبتهم هنا هما كما كتشوفوا. غنعاود ندير عليهم السلوفان مره اخرى هكذا كتشوفوا هكذا، وغنعاود مازال ندير السلوفان مره اخرى. صراحه ضايع كما تيقولوا، ضايع ديال السلوفان، ولكن شريته خصيصا لهاد المهم، بلا ما ندير ديك الطنجره وداك الماء وداك الشيء كامل. كنبغي نديرو غير هكذا هكذا، كنزير عليه مزيان من الجناب كتشوفو. ها هو كما كتشوفو، هانتوما انايا درت لي غير السلوفان، وقدرت نهز تسعد الكيسان في دقه كما كتشوفو. غنخليوه دابا هكذا، وغادي نمشي باش نجيب البطانية اللي كنستعمل هذا باش غادي نلويه، وغنديرو تحت البوطاجي عندي البلاصة اللي كتكون قريبة للبوطة باش كيبقى سخون. وغادي نشوفوه دابا كيفاش غادي نلويه، ومن بعد غدا ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش كيجي الريب، كيجي عقد زوين. كما كنقول لكم سر النجاح ديال الريب هو، كما قلت لكم سر النجاح ديال الريب هو انه خصو يتصفى، ضروري خصو يتصفى باش هذيك الفراري كما كنقولو حنايا او الكشكوشة ما كتخليش الحليب عفوا يفسد لينا. كيف ما كتشوفوا دابا غادي نقبض هاد الكيسان اللي قلت لكم انا دابا قدرت نهزهم بزاف بيهم، بعد السلوفان كيحافظ عليهم نقدر نهزهم بثلاثه بيهم. غادي نديرهم وسط هاد المنديل. اجي سمحه من تقبط لي راه فاري، شوفوا اللي خدام لي هنا كيما تقبطها. نحاول نزكيو هاد التليفون ما كيبغيش يزكى. كيما كتشوفوا انا درتو هنايا في المنديل كنستعمل انا يوميا ديال الخبز. غادي نلويه هكذا كما كتشوفوا، كنلويه هكذا مزيان على هكذا بهذه الطريقه، على هذه الطريقه كنلويه مزيان. كتشوفوا انا درت هذا المنديل الاول، وغنزيدو المنديل الثاني هكذا من تحت للفوق على هذه الطريقه من الجنب للجنب، وغنزيد عليه وحده اخرى عاوتاني. كتشوفوا هادو كنستعملهم غلا الريب، وغندير هذه من الجنب الاخر الجنب الاخر، يعني هذا الجنب عندي مسدود وهذا الجنب انا عندي مسدود. فوالا شوفوا دابا انايا كما كتشوفوا غادي نديرو هنا، ها هو الريب ديالي غادي نديرو في هاد، الا بغيت تخشى غنديرو في هاد اسمها هاد الشيء تخشى. الا بغيت تخشى سمعتو كيقول لكم، الا بغيت تخشى زعما في هاد السطله، حيت انا مولفه كنديرو في واحد السطله وما لقيتهاش. كما كتشوفوا انا حاولت ندخل هذاك الكيسان عندي هنا فهاد السطله هذه، وغنزيد عليه غير هذا غير من الفوق، ماشي مشكل حيت ديجا غلفته مزيان بهذاك السلوفان. كما كتشوفوا انا غادي ندير غير هذا، اكتفي غير بهذا، وغادي نسد بهاد الغطايه ديالي. غتشوفوا فين غادي نخشيها، اجيو معايا تشوفوا فين غنخشيها، بحكم انني عندنا في الخدمه البوطه هنايا، انتم كيما كتشوفوا انا البوطه عندي هنايا وعندي بلاكار هنايا، غنخشيها في هاد البلاصه. قلك تقبط ولدي هكا، اجي من هنا. وكيف ما كتشوفوا معايا دابا انا غادي نحل هذاك الريب اللي وجدت،
هانتوما تي نوريكم الشكل النهائي لهذا الريب اللي انا صاوبت. غادي ناخذ مقص واحد باش نوريكم كيفاش كيستقلي هذا الريب كما كتشوفوا. ها هو هذا هو الريب ديالي تما كما كتشوفوا. هذا الكاس كيسان كلهما كيسان مزيان كما كنقول لكم. هذه الوصفه راه كتكون ناجحه وسهله.